يا رب يشفيكم ويشفيني ويشفي كل مريض، قولوا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع اليوم عن إجابة لسؤال مهم: هل جرثومة المعدة تسبب جفاف الفم؟ وكالعادة هنتكلم عن كل تفاصيل الموضوع ولكن بشكل سريع، فما تحرمناش من اللايك الجميل بتاعك، اضغط اللايك ويلا بينا نتعرف على التفاصيل. لو وزنك زايد ومش عارف تخس، أو عندك دهون زيادة في منطقة البطن أو دهون على الكبد، أو عندك جرثومة معدة أو سكري أو مشاكل في القولون، فأنت محتاج أفضل صامغ عربي هشاب سوداني المنشأ والمصنع بأعلى معايير الجودة العالمية من شركة ناتوريا. طب أجيب ناتوريا منين؟ ما أنت عندك موقع وشركة الهشاب 2000. الهشاب 2000. الهشاب 2000. الهشاب 2000. الهشاب 2000. الهشاب 2000. في الوصف هتلاقي لينك موقع الهشاب 2000، واللي من خلاله هتقدر تشتري المنتج بأقل سعر ويوصل لك لحد باب البيت، سواء في مصر أو في أي مكان في العالم. وكمان تقدر تتواصل معنا على الواتساب من خلال الرقم الظاهر على الشاشة. أما لو عايز تعرف أي معلومة تخطر على بالك عن الصمغ العربي، سواء عن طريقة الاستخدام الصحيحة أو عن فوائد الصمغ العربي، فهتلاقي في الوصف لينك الموقع الوحيد باللغة العربية المتخصص بالكامل في الصمغ العربي. جرثومة المعدة هي نوع من البكتيريا اللي بتعيش في الطبقة المخاطية للمعدة وبتسبب العديد من الأمراض المعدية، وأكثرها شيوعاً هو التهاب المعدة والقرحة الهضمية. جفاف الفم دي حالة بتحصل لما الغدد اللعابية ما تنتجش كمية كافية من اللعاب، وده ممكن يسبب الشعور بالجفاف والعطش المستمر ومشاكل في البلع والكلام. زيادة خطر الإصابة بتسوس الأسنان. جفاف الفم ممكن يكون ناتج عن العديد من الأسباب زي بعض الأمراض والأدوية. مفيش دليل علمي قوي بيربط بين جرثومة المعدة وجفاف الفم مباشرة، لكن الأعراض المرتبطة بعدوى جرثومة المعدة زي الغثيان والقيء ممكن تسبب شعور مؤقت بجفاف الفم. العديد من الأدوية المستخدمة في علاج جرثومة المعدة زي الأدوية المثبطة لمضخة البروتون ممكن هي كمان تسبب جفاف الفم كأعراض جانبية. لازم استشارة الطبيب لو ظهرت الأعراض دي أثناء العلاج، وممكن نحاول نخفف الأعراض بشرب المية بكمية كفاية. الحفاظ أيضا على رطوبة الفم. جرثومة المعدة ممكن تسبب العديد من الأعراض الهضمية زي الغثيان والقيء والانتفاخ وعسر الهضم اللي ممكن تؤدي لشعور مؤقت بجفاف الفم. القيء المتكرر ممكن يؤدي لجفاف الفم بسبب فقدان السوائل. ممكن تخفيف الأعراض بتناول الأطعمة الخفيفة وشرب السوائل بكميات كفاية. بالنسبة لتشخيص جرثومة المعدة بيتم من خلال مجموعة من الاختبارات زي اختبار الأنفاس وعمل بعض التحاليل المختلفة، وكمان ممكن يتطلب الأمر إجراء تنظير للمعدة والأمعاء الدقيقة لتأكيد التشخيص. الاختبارات دي بتساعد الأطباء على تحديد العلاج المناسب. العلاج الأكثر شيوعاً لجرثومة المعدة بيشمل مجموعة من الأدوية بتسمى العلاج الثلاثي، اللي بيتضمن مضاد حيوي ومثبط لمضخة البروتون، والعلاج ده بيستغرق حوالي من 10 ل 14 يوم وممكن يسبب بعض الأعراض الجانبية بما في ذلك جفاف الفم. جفاف الفم ممكن يكون ناجم عن العديد من الأسباب زي تناول بعض الأدوية، الأمراض المزمنة زي مرض السكري، والعلاجات زي العلاج الكيميائي والإشعاع ممكن يكون جفاف الفم ناجم عن الحاجات دي، أو ممكن يكون ناجم عن التدخين وتناول الكحول لو أنت بتدخن وتتناول كحول. لازم استشارة الطبيب لو كان جفاف الفم مستمر أو بيسبب الإزعاج يعني بشكل مبالغ فيه، علشان ممكن يكون فيه أسباب تانية محتاج علاج سريع. ما ننساش إن الصمغ العربي الهشاب هو أفضل بريبيوتيك وأحلى غذاء للبروبيوتيك وأفضل علاج طبيعي لمعظم أمراض الجهاز الهضمي وجرثومة المعدة. وهنقف هنا لحظة عند جرثومة المعدة. والله يا جماعة العلاج ده ما شاء الله، الصمغ العربي بيقضي على جرثومة المعدة في خلال من شهر لشهرين، في الغالب في شهر شهر ونص بالكثير قوي، يعني لو طولنا قوي شهرين مفيش حالة بفضل الله أخذت عندها جرثومة معدة وأخذت الصمغ العربي إلا وخفت بإذن الله. خصوصا إن في بعض الناس كمان اللي بتتعالج لها سنين والله من الصمغ العربي من جرثومة المعدة بالعلاجات الطبية ومفيش فايدة، ما تعرفش إن ممكن يكون أنواع من الجرثومة يعني بتتغلب على المضادات الحيوية إذا كان هي بتتغلب على حمض المعدة، لكن الصمغ العربي ليه ديناميكية مهمة للقضاء على جرثومة المعدة. لو حضرتك استفدت من الفيديو هيشرفني ويدعمني انك تضغط لايك للفيديو. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.